انت تصيح ضيوفك وانا ما راح اصيح. ما سر بكاء ضيوف انس بوخش في برنامج اي بي توكس؟ انا ما عندي جواب. ليه تلبكت؟ انا بتلبك لما اكون ضيف. انت عموم متعود صح، انت اللي عموم متقابل الناس. والمرة دي اي تي بالعربي كان ضيف انس بوخش في برنامج اي بي توكس، وكالعادة بدأ بالسؤال اللي بيبدأ الحوار بيه مع كل ضيوفه. بصراحة كيف حالك؟ بصراحة الحمد لله. انا بتم ساكت. لا الحمد لله، عن جد الحمد لله على كل اشي. يعني ساعات قد ما بصير معه الواحد اشياء بتتعبه خلال النهار، بيوصل لمحل بقول بس الحمد لله عندي شيء عوضني، الحمد لله انا عندي شيء غيري ما عنده يعني. والكلام خد مراسلنا احمد قاسم ونسي ان هو موجود عشان يسال انس عن نجاح برنامجه اللي بيحقق نسب مشاهده عاليه على قناته في اليوتيوب. فضيوف انس منوعين من بين نجوم في التمثيل، الغنى، الاعلان والسوشيال ميديا. قد ايه بيكون المقابل المادي لكل ضيف عم بتجيبه؟ ماده يعني فلوس؟ صفر. عم تدفع لهم فلوس؟ صفر. صفر؟ والله العظيم كلهم؟ والله العظيم واحلف على الكاميرا ولا مره دفعت درهم واحد لضيف، وطفنا فوق 100 ضيف. كنت بقول عمرك 6 سنين كيف يستوعبين كل هالظروف السلبية يعني. ولأن برنامج أنس هدفه أن يوري الجانب الإنساني من الضيف، عشان كده بيرتاحوا معاه في الكلام وبيكونوا فيه على طبيعتهم. انت تصيح ضيوفك وأنا ما راح أصيح. أنس شو سر أنه كل ضيوفك بيبكوا؟ شوف أنا ما عندي جواب، بس اللي أفكر نظريتي أن الإنصات كلنا نحتاج حد يسمع لنا، مو بيسمع ينصت. مو بس اقول لك احمد كيف حالك وامشي، لا احمد صدق كيف حالك قل لي، وانت تحس ان لا انا صدق مهتم، بعرف احمد كيف، انا بعرف كيف هو، بعرفه كيف يشعر، مو بس اسال، لا صدق صدق كيف كلمني. فستان بيعورني بيغزني، ريلي بتتعور من الشوز، فلان بيجرحني، فلان بيسرقني. She's the only one on earth اللي مهتمة بالموضوع. وأنس وفريقه بيعتمدوا على الديكور البسيط والإضاءة المريحة اللي بتخلي الضيف يحس نفسه قاعد في بيته. استوديو سويناه بسيط عشان الضيف مفروض هو يكون كل شيء. لو سويت ديكور وستارة وفاز وشليت الانتباه كله عن الإنسان اللي قدامي. البرنامج إنساني، أنا بالإنسان ما باكل هالأشياء. رني صرا. Thank you. I had a wonderful. مين الضيف اللي بعد نفسك تستضيفه تجيبه على هذا الاستديو وعلى هذا الكرسي وبعد ما جبته؟ وايد. هيك أول اسم خطر على بالك لما قلت لك؟ والله فكرت في الشيوخ. عندنا شيوخ يعني قصصهم مو طبيعية. وتفاعل الناس مع البرنامج وضيوف أنس بيخليهم دايما يطلبوا منه يستضيف مشاهير. أحمد الشقيري أكثر ضيف مطلوب على البرنامج بالإحصائيات، يعني لو نحن نعد عمق الألم والنور يخرج من عمق الظلام. وطموح أنس مش هيقف على برنامجه بس، فهو بيحضر لسلسلة جديدة من برنامجه هيبدأ عرضه يوم السبت 18/9. أنتوا اقترحتوا ونحن سمعنا لكم، ويا رب دائما نسمع لكم عشان نجاحنا واحد. مثل ما يبنى النجوم سويناهم بشر، خلينا نجيب البشر نسويهم نجوم. ففتحنا المجال فوق 200 فيديو، ولين احنا ما سوينا وايد اعلان عنه، بس فوق 200 فيديو رسلونا. والله احمد لو شفت بتصيح من بعض الفيديوهات. اي انسان عنده قصه ملهمه، يمكن انت عندك قصه ملهمه، يمكن انت قصه تلمس تخلي الناس يحسون انهم مو وحيدين، ليش لا؟ في قصص جميله ويمكن مجهوله. فاللي حاب يشارك يرسل فيديو دقيقتين على الايميل اللي في الوصف، ويمكن نجلس مع بعض واسمع قصتكم، وان شاء الله العالم يسمع القصه.